طيب شوفي بقى، شوفي المفاجأة دي، هل تزول دولة عادل إمام ونادية الجندي؟ الاثنين اللي كانوا اكتر ايرادات بتحصل كان عادل إمام ونادية الجندي. نادية الجندي انت عارفة طبيعة افلامها، بالمناسبة في السنة بتاعت اسماعيلية رايح جاي كان نزل لها فيلم 48 ساعة في اسرائيل وما نجحش طبعا، جنب اسماعيلية رايح جاي اكتسح تمام. فهو طبعا عادل دي كانت صدمة اليوم. ده برضو رسالة من احد النقاد، رسالة للزعيم كمننا هو الحل، عادل إمام يقلد اسماعيل ياسين والجمهور ينصرف بعد نصف الفيلم. طيب كمان انا دي الاغنيه بتاعت محمد هنيدي اللي كسرت الدنيا في فيلم اسماعيليه رايح جاي، وكانت ترند وقتها والناس اصلا مش فاهمه الكلمه كمان نانا ونفسك في ايه كمان نانا وبتاع، وكانت مكسره الدنيا لدرجه انهم عملوه على شريط كاسيت وبدات تتذاع في الافراح وتتذاع في الحاجات وبتاع. تخيلي ان هو هنا برضو ده هنا تقرير هنيدي يهدد عرش عادل امام باتشينو وأنتوني هابكنز. طبعا لان دي الافلام اللي هما كانوا بتتعرض في مصر افلام الاجنبي، وهما بيقولوا ان هنيدي اكتسح السينما يعني، وعد عادل امام بكتير جدا في الوقت اللي هنيدي فيه بيطلع عادل امام بفيلم بيبقى ليه غير موفق اللي هو رساله الى الوالي. طبعا عندي سؤال، هل هنيدي كان بيطلع مثلا يرد على الكلام ده يقول لا يا جماعه ده برضو ده الزعيم عادل امام، ما ينفعش يحصل مقارنه؟ خد بالك، لا لسه هنيدي ما خدش فرصته. هو لسه هنيدي بيحاول يعني، هو ده بطوله تانية بس بدات عيون المنتجين تبقى عليه اللي هو يلا يا جماعه بقى ايه تعالى نتحمس نعمله فيلم. ممكن بقى كان سايب ان الكلام ده يبقى بيتقال عشان ده في مصلحته، بس هو لسه هيبقى ترند، ده كلام جرايد يعني، هو بعيد عن هنيدي وبعيد عن عادل امام. لسه لما نشوف لسه بيتكلموا عن موقف. اوكي حلو يعني، عن موقف تاني. ماشي تعالى بقى نشوف ايه اللي هيحصل. اللي حصل اللي حصل بقى ايه اللي حصل، ان محمد اللي حصل ان عادل امام بعد فيلم رسالة إلى الوالي قرر بقى انه يعمل تجربة جديدة اللي هي الواد محروس بتاع الوزير. اوكي الواد محروس بتاع الوزير هو حاول يستخدم فيها، حاول يرد على كل النقاد وان هو لسه ليه شعبية قوية جدا، فحاول ان هو يعمل عارفة الخلطة بتاعت عادل امام المشهورة بتاعت الفلاحين، عارفة رجب فوق صفيح ساخن وشعبان تحت اللي هي ليه خلطة الفلاح اللي هو بتاع دي، خلطة محبوبة جدا الناس كلها بتحبها من عادل امام. وجاب كمان الشناوي اللي كان معاه في الارهاب والكباب وعملوا فيلم لطيف بس للاسف ما نجحش خالص. اوكي وهنا كانوا يعني هنا الصوره اللي قبلها اللي هي ان ده التنافس بقى بينهم الحقيقي اللي هيحصل. كان محمد هنيدي نزل الفيلم بتاعه اللي هو صعيدي في الجامعه صعيدي في الجامعه الامريكيه، ده نقله يعني، احنا لحد النهارده بنقول ان ده كان نقله في السينما المصريه، حاجه فوق الوصف فوق الخيال. محمد هنيدي نفسه بيحكي ان هو كان ماشي في الشارع عادي وفجأة كان في ناس خارجة من السينما وشافوه، وبيقول لك مثلا لقيت آلاف مؤلفة بتجري عليا. هو مش مصدق، تخيل ان حد ما بين يوم وليلة بقى نجم النجوم في يوم وليلة، وغير متوقع كمان، غير متوقع يعني. فكان مغامرة. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التالية. الفا قنوات الأسرة العربية.